استضاف البيت الأبيض حفل تكريم مميز للأسطورة بعالم الموسيقى ليد زابلن وغيره من العاملين بمجال الترفيه على المسرح وعلى الشاشة، وذلك لأجل مساهمتهم بالفنون والثقافة الأمريكية. رئيس الأمريكي باراك أوباما هو يلي كرم هالشخصيات، وطبعا مخل الجو من مميزاحاته المعتادة. الرمز الشهير بعالم الملاكمة والبطل السابق عن فئة الوزن الثقيل محمد علي انعطى لقب ملك الملاكمة خلال الملتقى الخمسين لمجلس الملاكمة العالمي يلي صار بمدينة كانكون المكسيكية. محمد علي جرد من لقبه وتم توقيفه لأنه رفض ينضم إلى الجيش الأمريكي خلال الحرب مع فيتنام، وتقاعد عام 1981 قبل ما يتم تشخيصه بمرض الباركنسون عام 1984. أعلنت الممثلة وسفيرة الأمم المتحدة أنجلينا جولي بمقابلة تلفزيونية أنه من المتوقع جداً أنها تتخلى عن عملها بمجال التمثيل لما يصيروا أولادها الستة بسن المراهقة. أنجلينا أكدت أنها بتستمتع كتير بعملها، لكن إذا خسرته رح تكون سعيدة بأنها تصير موجودة بمنزلها مع أولادها طول الوقت.